نعم بالتأكيد فرج جعيم لديه أدلة كثيرة وإن لم يخرجها إلى العلن عن تورط خليفة حفتر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإصداره الأوامر والتعليمات لمجموعات التصفية الجسدية أو الاغتيالات أو ما يسمى جهاز الاستخبارات التابع لعملية الكرامة بتصفية خصومه. طبعا أشرنا في السابق ووضحنا أن بعد أن تم تكليف فرج جعيم من قبل المجلس الرئاسي كوكيل وزارة الدفاع المنطقة الشرقية أو تحديدا لبنغازي، ترتب على هذا الأمر أن قامت وحدات مجموعة من العناصر تابعة لأبناء صدام لأبناء خليفة حفتر كصدام حفتر وخالد حفتر بإرسال عناصرهم كي تتمركز في المناطق المحاذية للمناطق التي تتمركز بها عناصر تابعة لجعيم لفرج جعيم. فهذا طبعا يعتبر نوع من الاستفزاز أو نقول من زرع التوتر ما بين هذه المجموعات، ناهيك طبعا أن هنالك قيادات سابقة تستهجن وتستنكر وترى أن فرج جعيم لا يصلح لهذا المنصب وترى أن لها الأولوية. هذا الأمر خلق منافسة ما بين هذه الأطراف، ناهيك أن هنالك بالأساس صراع داخل عملية الكرامة ومحاولة اغتيالات منذ فترة طويلة، وبدأها خليفة حفتر منذ فترة حتى طالت شيوخ قبائل وأيضا سياسيين وإعلاميين وقيادات أمنية وعسكرية، ناهيك عن من خرج إلى خارج ليبيا كي ينجو بنفسه. رأينا أيضا حجازي هرب إلى مصر لينجو بنفسه، محاولة أن الكرامة تظهره أنه هو يعني ممكن استجلابي إلى حضن الكرامة مرة أخرى، لكن هو يعلم جيدا أنه في حالة أنه رجع سيتم تصفيته. الكل خلاصة الأمر هنا أن الكل يقرأ أن هنالك اغتيالات متصاعدة في صفوف ورموز عملية الكرامة أو من دعم عملية الكرامة، وهذا هو النهج المتبع من جميع من له صفة الدكتاتور في بداية مشروعه أو في بداية محاولة الانقلاب أو في محاولة التمرد، يستعين بعدة شخصيات قيادات سواء اجتماعية قبلية سياسية إعلامية غيره، ثم بعد أن يتحقق له نوع من الاستقرار من خلال أدوات هو يصنعها كما صنع الكتائب الموالية لأبنائه، يبدأ بالتخلص من من كان معه في بداية العملية أو الانقلاب. وهذا النهج ليس بجديد،